السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد بالقناة، دائما معكم ليلى. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير واحسن صحة وعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم شوسون بعجينة العشر دقائق اللي كتجي من ألذ واروع ما يكون. عجين سحرية فوق ما كتخيلوا، كنتمنى انكم تجربوها لانه اكيد غادي تعجبكم. كذلك غادي نعمروهم بالحشوة ديال التفاح معسل ولا اروع. فكنتمنى لك انت اول مرة كتشاهدوا هاد الفيديو او كتزوروا القناة نقول لكم مرحبا والف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا دائما زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله، نبدأ بالمكونات والطريقة، فتابعوا معي الفيديو للاخير وفرجة ممتعة. اذا بالنسبه للعجين، فاول حاجه كناخذ واحد البول اللي غادي نعجن فيه، فكنوضع فيه تقريبا نصف كاس من الدقيق، يعني تقريبا واحد 100 غرام ديال الدقيق ابيض. كنضيف عليه ملعقه كبيره من خميره الخبز الفوريه وملعقه كبيره من السكر، وبنفس الكاس اللي عبرت به هو اللي غادي نضيف به الماء. فغادي نضيف جوج كيسان ديال الماء وغادي نخلط الخليط ونخليه على جنب حتى كتفاعل الخميرة مع الدقيق في المرة الأولى. عاد غادي نضيف عليه باقي المكونات. فمن بعد ما كتفاعل لينا الخميره كنخليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق او لا ما كاملاش، يعني على حسب الجو. فكنضيف نصف كاس من الزيت نباتي، كذلك بيضه واحده، وغادي نضيف ملعقه صغيره من الملح، وكذلك ياغورت طبيعي من وزن 100 غرام او 110 غرام، وغادي نضيف الدقيق على حسب الخليط، يعني كاين دقيق اللي كيتشرب بسرعه وكاين دقيق اللي ما كيتشربش بسرعه. فانا ضفت تقريبا واحد 400 حتى 500 غرام ديال الدقيق، وغادي نعجن العجين مزيان حتى كتدلك، ونعاودو نخليوها تخمر واحد 10 ديال الدقائق مره اخرى ونخدمو بها. فمن بعد ما كتدلك العجينه البنات مزيان، كنحصلوا على عجين يكون لين بهذا القوام هذا. غادي نغطيوه كيف قلت لكم، نخليوه يخمر واحد 10 ديال الدقائق ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للحشوه، فعندي 4 ديال التفاحات اللي نقيتهم من قبل وقطعتهم طريفات صغار، كنعصر عليهم شويه ديال الحامض باش كتخليهم ما يكحالوش. وكذلك غادي نضيف معاهم 100 غرام ديال السكر البني او 100 غرام ديال السكر العادي الابيض، ملعقه كبيره من الزبده حيوانيه اي زبده ديال الاكل، وغادي نخلي هاد المكونات كاملين كيتعسلوا فوق البوطه حتى كيتعسل لينا هذاك التفاح وكيطيب. عاد في الاخير غادي نسم بشويه ديال القرفه، ولكم الاختيار، ممكن تنسموا بالقرفه، ممكن تنسموا بالفاني، او ممكن تخليوه غير هكذاك بدون اضافه اي منكهات اخرى. وغادي نضيف كذلك ملعقه كبيره من نشا الذره باش كتخلي هذاك التفاح تيجينا عاقد وسط الشوسوم اللي تنكونو تنعمرو به. واكيد من بعد ما كيطيب التفاح غادي نخليوه حتى كيبرد تماما عاد نقدرو نخدمو به.
فمن بعد ما كترتاح العجينه البنات هانتوما كيف كتشوفوا كتصبح على هذا الشكل. فكنرش طاوله العمل بالدقيق الابيض وكنعاود نطلق هذيك العجين على حسب السمك اللي نتوما بغيتو، واش يكون غلاظ او رقاق كيبقى لكم الاختيار. ثم غناخد واحد السيركل اولا ممكن نخدمه غير بزلافه الى عندنا، وكنطبعوه هكذا بالعجين باش كنحصلوا على دوائر يكونوا من نفس الحجم بطبيعه الحال. وغادي نبدا كنعمر هاد لي شوسون بالحشوه ديالي من بعد اكيد ما تكون بردات مزيان، ونحاولوا اننا ما نكتروش الحشوه باش من هكذا ما تخرج لينا بزاف ملي نكونوا تنسدوا هاد لي شوسون. ثم كناخذ واحد شويه ديال الماء وكندهن الجوانب ديال العجين باش هكذا كتبقى قابطه العجينه مع بعضياتها ملي تنغلقوها. وغادي ناخد واحد الشوكه او لا فورشيت ونحاول انني نضغط مزيان على ديك العجين اللي سديت باش هكذا كنضمن انه ما تعاودش تحل في وسط الفران ملي تكون كطيب. فمن بعد ما غادي نكملهم كاملين غنديرهم في الطاوه ديال الفران، نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق وندهن الوجه ديالهم بصفار البيض مخلط مع شويه ديال الحليب وندخلهم الفران. من بعد ما نتكهم بواحد السكين من الفوق هكذا باش كتنفس لينا العجين وكتساعد انها ما تطرطقش وقت الطياب. وهذا تكون هو الشكل النهائي ديال لي شوسو اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انكم تجربوهم واكيد غادي يعجبوكم. وكذلك الى بغيتو تخدموا اي حاجه اخرى بنفس العجين فعلا كتجي ناجحه ومضمونه 1000000%. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعجبكم، فلا تنسوكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. والا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه كنتمنى انكم تنضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.